الوليد ايوا علاش يمكن لكم تكلموا الوليد الوليد ايوا تكلم لما شكون ليلي الوليد ورا جينا عند عمي نخطبوا له يلا هضر معاه صافي معاك ما شايف جينا ان شاء الله الطبيب اللي يدبل ان شاء الله عمي جينا نخطبوا عمي جينا نخطبوا مزيان وهاد البنت في شفتيها عمري ما شفتها عمي في حياتي ما شفتها كافة مرة واحدة في الحاولة الحاولة ماشي مشكل ماشي مشكل ولكن هذا الأمر كيهم هي ما كيهمنيش أنا سوسن أجي كسافة هاد الناس هادو جاو يخطبوك باش يتزوج بك هاد الشاب الوسيم سير بلاد اليوم عمي راه انت شفتي راها قابله فاتحه الولد فاتحه الفاتحه غير اجي وقرا الفاتحه راه عندي شروط اولدي تفضل اشرف قول اسكت عليا هذه البنت هذه راه ضو عيني عندك فين تسكنها يا ودي اسيدي تسكن معنا لا معنا الوالد الوالد عمي من ناحيه ديال السكنه ما تخممش يا عمي راه تسكن فين ما بغات راه السا ديال الفيلا تاع عمي عندنا خاويم وهاد البنت اللي عندي راه ما عمرها مشات على رجلها مسكينه مريطه لا يا ولدي الله يحفظها مسكينه راه كتمشي في الطوموبيل راه هي ما كاينش طوموبيل ما كتسحبش يا ودي يا سيدي ساهله كاين التاكسي انا بغا يقول لك زعما عنده لاكريمات الوالد يعني من ناحيه ديال التاكسي ما كاينش مشكل شوف راه كاين طوموبيلات الفرع كاين الكات كاطات وكاين الكاوكاوات وكاين دو بورت عمي عندك طوموبيل عندي شي بلاصه واه لوحه هي كاين الطوموبيل ديالك على حسابي يا عمي على حسابي ما تخممشي في الطوموبيل عمي و هاد البنت اللي عندي راه الا بغات تخدم خصها تخدم لا اسمح لي البنت تقصد الدار الوالي الدار الى دار وديك الشركه اللي تبارك الله شحال من بنت خدامه عندك الوالي شوف من ناحيه الخدمه راه كاين شركات بغات كونطابيليتي بغات تخدم في الاداره راه تاخذ راحتها تاخذ راحتها وتخدم فين ما بغات الحاجه اللي مهمه ما هضرناش عليها تفضل عمي حنا معاك عمي حنا جالسين اي حاجه تفضل اسي معاك الصداق صداقة صداقة شوف أنا بنتي ما تمشيش أقل سي محمد أتمشي بحال بحال خوتك وخوتي وخوتنا وخوتنا والوالي والوالي عمي عمي راه الوالد شويه عيان شويه مسكين شوف عمي راه شوف من ناحيه ديال الصداق راه تطلب اللي بغات انا بنتك انا كنشوفها بالنسبه لي اللي كاوكاوه كنشوفها تفاحه اناناس كيوي انا كنعطيها شيك على بياض ايوا في هاد الحاله يمكن نقراو الفاتحه الفاتحه الاولى احبس كاين اسم محمد الفاتحه بلاتي بعدا صحصيني على اصلو على الاخلاق ديالو على التربيه ديالو تيش من اخلاق والسيد عنده السا ديال الكات كاطات والسا ديال الشركات السيد غيسينا شيك على بياض هادو هما الاخلاق وما هادو الاخلاق سي محمد في واحد الحاجه قبيحه سي محمد والله العظيم اقسم بالله الا حاجه وانا اللي حاج ثلاثه ديال المرات وفي شي اربعه ولا خمسه ديال الحاجات قباحي سي محمد راه في واحد الحاجه مهمه وخطيره شنو خطيره شنو غيكون شنو غيكون شنو غيكون راه حتى شي زين ما خطرته الاولى الاولى راه السيد كذاب ايوا من بعد انا شفت عمري قد نمشي والله العظيم شحال كذاب شكتقول الوالد قال لك كذاب الوالد شنو هو كذاب